تحت رعاية النائب البطريركي اللاتين المونسنيور الدكتور جمال خضر، عقد اتحاد الرهبنيات في الأردن لقاءه الأول في كلية تيرا سانتا تحت عنوان من أجل كنيسة سينودوسية الشركة، بحضور المرشد الروحي للاتحاد الأب رشيد مستريح وعدد من الراهبات والرهبان. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالحضور، بدأ اللقاء بصلاة الصباح، ثم ألقى الأب خضر محاضرة تحدث فيها عن مسيرة تلميذي عمواس، ركز فيها على مسيرة السينودوس أي السير مع يسوع والإصغاء لكلمة الله وعيشها. ثم قدمت الأخت جاكلين الريان من راهبات الوردية والشماس جبران سلامة وزوجته شهادة حياة، تحدثوا فيها عن حياة الشركة وحضور الله في حياتهم من خلال مداومة على الصلاة والاتحاد بالله. وبعد عرض فيلم قصير من إعداد فريق الاتحاد تخلله اعترافات، اختتم اللقاء بقداس إلهي ترأسه المونسنيور خضر والأب مستريح والشماس سلامة. ثم توجه الجميع لتناول لقمة المحبة بحضور مطران السفارة البابوية وضيفيه القادم من إيطاليا. اللقاء اليوم هو انطلاقة ثانية إذا ممكن نسميها للسينودوس على مستوى الأبرشية، في هذا اللقاء الأول لجميع الرهبنيات في الأردن وللتأمل حول موضوع السينودوس ولتنظيم العمل أيضا لانطلاقة السينودوس. هناك دور، هناك مواهب خاصة، دور خاص مميز للرهبانيات، والمطلوب هو أن يعملوا معا، أن يسيروا معا وأن يراجعوا رسالتهم في هذا البلد على ضوء كلمة الله. ولذلك هذا اللقاء لقاء مهم، لقاء أخوي ما بين جميع الرهبانيات، ويساعد في بداية جديدة أيضا من خلال الرهبانيات ومن خلال المؤسسات التي تديرها الرهبانيات أيضا لكي نسير معا في مسيرة هذا السينودوس. اليوم لقائنا كان لقاء رائع مع بداية جديدة، وجود قدس الأب جمال خضر، هذا الأب النائب البطريركي عندنا هون بالأردن. موضوع لقائنا كان تأمل في تلميذي عمواس وهو بداية السينودوس. السينودوس وضح لنا جدا ما معنى كلمة سينودوس، وهو السير معا، وكان التعمق أكثر السير معا مع يسوع، فركز على نقاط معينة ألا وهو الإصغاء لكلمة الله والعمل بها. تلميذي عمواس التقوا بيسوع وتغيرت كل حياتهم. فاليوم نحن في لقاءاتنا أو في مسيرة السينودوس نطلب من ربنا أنه تكون بداية جديدة ولقاء ونلتقي بيسوع حتى تتغير كل حياتنا، من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الرجاء. حبينا أنه إحنا نبلش لقائنا كاتحاد مع النائب البطريركي الجديد الأب جمال خضر حتى يغنينا بهذا الموضوع، فحبينا نعمله بجبل الوردي عند أبونا رشيد، رحب فينا في ديره في بيته. بنشكره، بنشكر أبونا جمال. الموضوع المسيرة اللي هي المسيرة سينودوس هي كلمة يونانية تعني السير معا، إنه إحنا كلنا نمشي مع بعض من بطاركة لمطارنة لكهنة لرهبات لمؤمنين، كنا نمشي مع بعض ونحاول بهدف بهالمسيرة هاي نصغي لبعضنا البعض، نصغي للروح القدس اللي هبات الروح القدس، ونحلم مع بعض كشركة كجماعة مع بعض جماعة مسيحية، ونشهد ونعيش الإنجيل بحياتنا، ونحاول أكثر إشي إنه نصغي لجماعة المؤمنين. دائما هم بيسمعوا لإلنا، هالمرة إحنا دورنا نصغي لجماعة المؤمنين، نفتح لهم المجال حتى نكون كلنا عيلة واحدة، مسيرة واحدة نحو المسيح القائم من بين الأموات. شكرا لكم، شكرا لكل الأشخاص اللي وقفوا معنا بهالاجتماع اليوم، من النائب البطريركي لأبونا رشيد للرهبات لنور سار. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكون مسيرة ناجحة وفيها شهادة لإنجيل للمسيح القائم من بين الأموات. شكرا لكم.